باستخدام صورة واحدة وتسجيل لصوتك رح تتمكن جوجل من إنشاء مقطع فيديو إلك. تعمل جوجل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد باسم فلوجر. هذا نموذج يمكنه تحويل الصور الثابتة لمقاطع فيديو لأشخاص بيتحدثوا. كل ما يتطلبه هو تسجيل صوتي وصورة واضحة للوجه، ومن ثم يقوم النموذج بإنشاء فيديو يبدو وكأنه الشخص في الصورة بيتحدث بالفعل. بيهدف النموذج إلى جعل الفيديو أكثر واقعية من خلال محاكاة تعبيرات الوجه وحركات الرأس وإيماءات اليد بناء على الصوت المسجل. ومع أنه النموذج لا يزال قيد التطوير وبيظهر بعض العيوب في الفيديوهات الحالية، بيظهر فلوجر تقدم ملحوظ في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل الصور الثابتة إلى فيديو، ولكنه أيضا بثير مخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية استخدامه في أغراض خبيثة. فهل يضاف فلوجر لقائمة أدوات الـ AI التي ينبغي علينا القلق منها؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.